اليوم الختام بعد جهد 3 شهور من الدورات والمحاضرات العامة والمحاضرات التحفيزية والمحاضرات المتخصصة والدورات التدريبية، اليوم يوم الختام، يوم التتويج، يوم التخريج للمشاركين اللي جاهزين للدخول يعني سوق العمل. لله الحمد المعهد العربي للتخطيط ما قصر معانا، وفر لنا كل سبل الراحة لإنجاح هذه المبادرة. مريت في تجارب يعني خلتني أحس بمعنى الكلام اللي قاعد يقولونه في الدورات هذه، لأن تجارب مؤلمة كانت. فأنا دائما أتعلم، دائما أحضر الدورات، ما أخلي أي دورة مفيدة ومهمة لا أحضرها، لأن التعلم هذا يعني يقيني وايد مشاكل ممكن في المستقبل. معي شاركت مشروع احمي مشروعك، الهدف منه ان عقف اللي واللي عليه من المسائل القانونيه اللي احنا وايد جاهلين فيها. يعني احنا ما شاء الله بالكويت كلنا قاعد ندش مشاريع، بس عندنا معلومات بسيطه بالقانون اللي هي دائما تفوت علينا وتطيحنا مشاكل بعدين. وصراحه وايد استفدت من هالدوره، والمبادره كانت وايد وايد مهمه،